أخبار اليوم. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية الأسبوعية لبوابة أخبار اليوم، ومعانا فيها الكاريكاتير الاقتصادي للفنان سعيد أبو العنين. أداء عرضي لمؤشرات البورصة تحت عنوان الصبر مفتاح الفرج. اختتمت مؤشرات البورصة جلسات الأسبوع على حركة عرضية لم ترضي طموح المستثمرين، وسط غياب الأخبار الإيجابية التي من الممكن أن تدفع بالمؤشرات إلى أعلى، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.8 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه، بزيادة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 لنحو 0.39%. البنك الأهلي 1.6 مليار جنيه تمويل 2663 مشروع صغير. صرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك منذ إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى نهاية شهر إبريل الماضي قام بتمويل نحو 2663 مشروع صغير بإجمالي تسهيلات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه. فانوس رمضان المصري يختفي من الأسواق. أكد مسعد رمضان رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات اختفاء الفانوس الرمضاني المصري من السوق المحلية نتيجة اتجاه التجار إلى المستورد، نظرا لارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية للفانوس المصري، وهو ما أدى إلى غلق معظم الورش الصناعية بهذا القطاع. التضامن 1,000,000 جنيه جائزة للمسلسلات الرمضانية الخالية من تعاطي المخدرات. أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تخصيص جائزة مالية بقيمة 1,000,000 جنيه بالتنسيق مع صندوق التمويل الأهلي بوزارة الشباب للأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان المقبل والخالية من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين، وذلك لتسليط الضوء على الآثار السلبية نتيجة التعاطي والتدخين. وأكدت والي أنه سيتم رصد وتحليل الأعمال الدرامية التي ستذاع خلال شهر رمضان الكريم أسبوعيا لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطي المخدرات أول بأول، ورصد قائمة سوداء عن الأعمال التي تروج لتعاطي المخدرات والإدمان، حيث تم مخاطبة كبار كتاب الدراما والنقاد وتوعية الرأي العام بخطورة تلك المشاهد ولبحث كيفية منع الترويج بالمخدرات في الأعمال الدرامية، خاصة بعد توقيع الميثاق الأخلاقي لتناول درامي رشيد لمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية. مصر تستضيف الدورة الخامسة لاجتماعات الدول الثمانية الإسلامية. أكد المهندس طارق أبيل وزير الصناعة والتجارة أهمية تشجيع الاستثمارات البينية ورفع مستوى القطاع الصناعي في مجموعة الدول الثمانية الإسلامية، وأوضح خلال كلمته بالاجتماع الخامس لوزراء صناعة مجموعة الدول الثمانية الإسلامية والذي استضافته مصر لأول مرة أن ذلك يتحقق من خلال التكامل الرأسي وتشجيع التبادل التجاري في السلع الصناعية والتعرف على الإمكانيات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في المجموعة، وهو ما يتطلب ضرورة السعي لبناء الثقة وتهيئة المناخ ووضع الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتحفيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة تراجع الإنتاج، سعر الجنيه، حماية الصناعة، أسباب التضخم في مصر. ارتفع المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين عن كل السلع بنسبة 10.27%، وهي نفس نسبة معدل التضخم التي أعلن عنها البنك المركزي، موضحا أن الزيادة في التضخم جاءت بمقدار 1.1% عن شهر مارس. من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعب العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع حجم التضخم نتيجة مباشرة لزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تراجع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة حجم الواردات التي تؤدي بدورها لزيادة الأسعار، خاصة مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعد قرار تخفيض الجنيه المصري بنسبة 14.5%. بنك التعمير والإسكان استمرار بيع كراسات شروط أراضي القرعة حتى 2 يونيو المقبل. أكد المهندس محمد الألفي العضو المنتدب للشؤون الهندسية والاستثمار ببنك التعمير والإسكان استمرار بيع كراسات الشروط الخاصة بقطع أراضي القرعة أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا حتى انتهاء مدة الحجز يوم الخميس 2 يونيو المقبل. الصندوق الاجتماعي 145 تجمع صناعي إنتاجي على مستوى الجمهورية. أكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سهى سليمان أن دراسة حصر التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر التي أعدها الصندوق بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي أسفرت عن تحديد نحو 145 تجمع إنتاجي صناعي حرفي على مستوى الجمهورية،
في مجالات السجاد والمشغولات اليدوية والرخام والجلود والحرير والعديد من الصناع الحرفية القائمة على خامات طبيعية. الغرف التجارية 1.1 مليار جنيه ده رأي التجار خلال استعلن الوكيل عن 2015. الاتحاد العام للغرف التجارية عن مساهمة الغرف التجارية في تحصيل نحو 1.4 مليار جنيه ضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام الماضي، جزء كبير منها من الاقتصاد الغير الرسمي الذي حاولت ضمه من خلال الخدمات التي تقدمها الغرفة. والآن مع الكاريكاتير الاقتصادي للفنان سعيد أبو حميد. ما كنتش أعرف إن هيجي يوم يودعك، مع السلامة أشوف وشك بخير. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية مع وعد بلقاء في الأسبوع المقبل، انتظرونا. شيماء مصطفى.